العيد غادي يكون خير ان شاء الله، غادي يكون خير. دابا المال بقى داير الثمن الحمد لله، والعلب حتى هو داير ثمن وغادي نفس المشكل تعادل. كون هي كانت واحد الجهه اللي طايحه وجهه طالعه غادي تكون الحاله جافيه، ولكن الحمد لله المال داير الثمن والعلب داير الثمن وغادي المسيره مزيانه الحمد لله. تنقولوا على هذا الميزان ديال غادي الا بقات غاديه هاد الناس هاد السمه راه مزيوده واحد 10000 ريال في الحولي 15000 ريال. الناس كنا تنعيدوا في الحولي اللي هو حولي كنا تنعيدوا عليه الناس هنا من غير الدار بيضاء غير رباط المدن الكبيره فيها شويه الثمن. احنا هاد السواق اللي هما صغار كنا تنعيدوا الحولي تاع 70 75 80. النعزه الحوليه اللي هي السلاله ديالتها يلاه هي كاينه اللي ما كاسراش تضرب حتى 40000 ريال 45000 ريال، ولكن هاد العام غادي تكون فيها الزياده ان شاء الله. تقريبا تكون بالقلب تقريبا 70000 ريال هي المينه الحوليه. الرداعيه ضربت هاد العام، هاد العام الرداعيه عزلهم السيد التاد القصب التاد لبعهم ب 62000 ريال رداعيه ورميتهم. بين هو هاد السمونيه راها طلعت الحمد لله، ولكن راها طالعه بواحد الثمن نيت نفس المشكل. لا الخير موجود الحمد لله هنا، الحمد لله هنا اللي دخلت لهاد المعريض راه داخله بواحد الثمن خالد. راه الناس مصيره العام كله هو تيتخابط على هاد النهار ديال هنا الحمد لله. ولكن الحمد لله الكسابه الله يجازيهم بخير راهم وقفوا على رجليهم، واقفين على رجليهم، واقفين وقفه ديال متزن. وكل ما كانوش واقفين ما غاديش تلقاي هاد الخير هنا في هذا مكناس، وما غاديش يتجمع لك هاد البشر وهاد الشيء. هنا الحولي الكبير الا بغى يبيعوه ما لا عليهم، ولا طلع عليه شي واحد من باغي يدير السلاله، ولا بغى يبيعوا ليه الكساب باش يبدل الدبدب تقريبا كاع. الا بغى يصبر معاه جوج المنايل، الا بغى يصبر معاه الكساب جوج المنايل وما يسخاش بيه. ولكن الا صاب شي صديق اللي هو ما تقالش منه راه يواليه ليه، يعطي باش هو يدير سلاله ويترحم حتى هو داك الكساب اللي باع ليه، وتتبدا غادي وتتنافس المسيره. السلاله ديال بالجعد ولات تتنافس؟ حتى هي تتنافس حتى هي مع بعضيتها الحمد لله. حتى هي على راه ماشي راه جات لي انا، راه من سته الكسابه تبارك الله من السلاله ديال الصفراء، وخمسه الناس من السلاله ديال الماعز حتى هما الحمد لله. هذا التجمع ديال بالجعد فيها بنيباتا فيها الشبران فيها رواشد فيها ولاد قواوش فيها الحمد لله. ولكن الله مالك الحمد الله يجازيهم بخير، رافدين بالقبيل ومسلوعين بالقبيل على الخدمه على العمل ديالهم وعلى كسيبتهم، اللهم مالك الحمد. الحوليه كنا واحد الوقت النعزه تنديوها ب 35 36 النعزه كاع مخيره تتحقق 40000 ريال. اليوم راه النعزه المخيره الحمد لله راه حتى 100000 ريال 120000 ريال وكاينه اللي تكثر الحمد لله، ولكن راه مرفوده بواحد الثمن. حتى هي العلب ديالها بواحد الثمن مناسب غالي زعما تيمشي يعني. واش الكيلو اللي ديال النخاله 70 ريال والتويتو 70 ريال والزرع 70 ريال، شحال فيه هذا الكيلو؟ وبه ما خصها ضروري كيلو في النهار، خاصها راه عاد تشد باش تشد ولادها وتعطيهم الرضاعه باش تكبرهم وباش هي تكون عندها واحد الفرصه قويه باش تشد الولاد. كاينه اللي تتاوم كاينه اللي تتكون، ولا ما تهليتيش ما غاديش تشد حتى دوك الولاد، واخا تولدهم ما غاديش تشدهم، ما غاديش تسيب حتى هي على السوق. ربح النفسات الى ولدت الشارع حتى هي نفسها، خاصها باش تكون مع راسها باش تكون حتى هي مع ذاك التالت اللي تخلق. للسلالة بالجابر.